أنا أم طالب عبد الرحمن أحمد إسماعيل من المدرسة الأمريكية الدولية. قدمنا عن طريق برنامج جامبري، والحمد لله والشكر كان البرنامج جدا لطيف معانا، وتعامل الجروب ككل معانا. قدمنا على جامعة بألمانيا والحمد لله طلعت الأمور كلها سهلة وهينة، وطلعت الفيزا وإن شاء الله خير بالأيام الجاية نشوف. وأشكر المدير وكل اللي تعاونوا معانا في الموضوع.